نروح بقى مع حضراتكم لاخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه دلوقتي والانشطه ومراسلتنا الجميله هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الخير عليكي، مصبح عليكي انا وكريم. يا صباح الخير عليكم يا نهاوند ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وهنقل لكم اخر اخبار الفرق الرياضيه. نبدا بلعبه كره السله. رجال كره السله عندهم النهارده مباراه مهمه في ذهاب دوري السوبر. المباراه هتكون امام فريق الجزيره الساعه 6 هنا بمقر النادي. يعني طبعا المباراه هتكون مش سهله، الجزيره اكيد خصم قوي لكن رجال النادي الاهلي قدها وان شاء الله المباراه تكون لصالحهم. كمان سيدات كره السله النهارده بيواصلوا يستأنفوا تدريباتهم بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة. طبعا كانوا منحهم الجهاز الفني راحة سلبية بعد الفوز في نهائي بطولة كاس مصر، لكن كعادة النادي الأهلي خلاص هيغلقوا صفحة كاس مصر ويركزوا في بطولة الدوري، لأن هدف الفريق حاليا هو تحقيق رباعية هذا الموسم. يعني هم قدروا يحققوا بطولة كاس مصر، قدروا يحققوا بطولة السوبر، وكمان قدروا يحققوا الدوري المرتبط. إن شاء الله كمان يقدروا يحققوا بطولة الدوري العام ويحققوا رباعية هذا الموسم. خلونا ننتقل للعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد بيستأنفوا تدريباتهم أيضا بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة. كان الجهاز الفني منحها للاعبات طبعا بقيادة كابتن يحيى يوسف بعد الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 24-23 ضمن منافسات بطولة الدوري. بيستعدوا بقى للمباراة القادمة هتكون يوم الجمعة القادم أمام فريق مدينة نصر ضمن منافسات بطولة الدوري. الحقيقة أن هدف الفريق أو سيدات كرة اليد الفترة دي هو حصول على ثلاثية أيضا لهذا الموسم، والحقيقة أن هم ماشيين بخطوات ثابتة، عاملين موسم كبير جدا. يعني هم متصدرين جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن تاني الجدول، وكمان قدروا يحجزوا مقعد في نصف نهائي بطولة كاس مصر. بتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يقدروا يحققوا ثلاثية هذا الموسم. خلونا ننتقل للعبة كرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة أيضا عندهم تدريب اليوم الساعة 5:30 مساء استعدادا بقى للمباراة القادمة هتكون يوم الجمعة أمام سبورتنج ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني حقيقة سيدات الذهب كالمعتاد مركزين جدا، عاملين موسم كبير جدا في بطولة الدوري، قدروا يفوزوا في جميع المباريات بفرق سكور. يعني يمكن في كل المباريات قدروا يفوزوا بنتيجة 3-0 ما عدا مباراة واحدة فازوا بنتيجة 3-1 عفوا. وهو ده فريق كرة الطايرة بالنادي الأهلي السيدات، طبعا سيدات الذهب. كمان معانا أخبار للكاراتيه. الحقيقة إن فرق الكاراتيه سواء الأشبال الناشئين أو الشباب يستعدوا جيدا، عندهم بطولة مهمة شهر مارس الجاري بطولة الرانك اللي بتؤهل للانضمام لمنتخب مصر. مرحلة الأشبال هتبدأ يوم 16/3، مرحلة الناشئين هتبدأ يوم 21/3، ومرحلة الشباب هتبدأ يوم 26/3. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يكونوا متألقين كعادة فرق الكاراتيه بالنادي الأهلي. أخيرا معانا خبر كمان ليه علاقة بكرة المية. فريق كرة المية عنده مباراة هامة غدا أمام نادي هليوبلس. المباراة هتكون في هليوبلس الساعة 9:30 مساء ضمن منافسات بطولة الدوري. وخليني أقول لكم إن فريق كرة الماء الحقيقة عامل برضو موسم كبير في الدوري. يعني فاز في آخر مباراة على فريق الصيد بنتيجة 21-7، كانوا مسيطرين معظم المباراة، وبرضو هو ده النادي الأهلي الحقيقة. بنتمنى طبعا لفريق كرة الماء التوفيق غدا في المباراة أمام هليوبلس، وبنتمنى التوفيق لجميع الفرق الرياضية وإن شاء الله كده النادي الأهلي يفضل دايما رقم واحد. دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية معاكم. لو عندكم أي استفسارات العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. بنشكرك جدا على التغطية الرائعة دي هنا، شكرا ليكي.